عن فتح ملحقات إعدادية بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق العدالة والتنمية. تفضلوا السيدة النائبة المحترمة مشكورة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، فتح ملحقات إعدادية بالعالم القروي لم يعد ترفيها بل هو مطلب وضرورة ملحة، خصوصا سيد الوزير بعد الهدر المدرسي اللي كيعرفوه صفوف الإناث في العالم القروي. نسائلكم سيد الوزير عن التدابير التي تتخذها وزارتكم في هذا المجال، ثم لماذا لحد الآن لم يتم فتح مثل هذه الملحقات الإعدادية بالعالم القروي؟ وشكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة، الكلمة لكم السيد الوزير، تفضلوا مشكورين. شكرا. هناك فعلا مجهود يبذل لمراعاة الاحتياجات الحقيقية في هذا المجال، وهناك معايير تعتمد لتقييم الحاجة على مستوى الحاجة إلى الإعداديات في العالم القروي، بحيث أن هناك تحديد للخريطة المدرسية يتم تحيينها سنويا من قبل لجان على مستوى الأكاديميات وعلى مستوى المديريات الإقليمية، وفي هذه المسألة لا تتدخل أي اعتبارات أخرى غير الاعتبارات التربوية، بحيث أنه لا يمكن أمام عدم تواجد العدد الكافي من التلاميذ توفير مثل هذه الخدمة، لأن الأمر يتطلب مجهودات مادية وبشرية هائلية، والهاجس الآن هو ترشيد الإمكانات المادية والبشرية. وشكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيدة النائبة المحترمة عن فريق العدالة والتنمية، تفضلوا مشكورين. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، الحمد لله المؤشرات الوطنية على تطور النتائج في العالم القروي ضمنها حالة تفوق كبيرة مفرحة ومطمئنة، والحمد لله على تطور عقلية ساكنة العالم القروي اللي ما زالت متشبتة وتصر على تعليم الأطفال ديالها رغم الظروف الصعبة والمعقدة المحيطة بهذه العملية. السيد الوزير، الإعداديات الجماعتية تعرف اقتضاد كبير. نعطيك مثال من إقليم فحص نجرة، هذا الاقتضاد الكبير كيخلي مطلب ديال الملحقات الإعدادية أصبح مشروع سيد الوزير، مشروع وكنأكد عليه بالنسبة للإقليم اللي كنمثله. وبالتالي أنا كنقول هذه الملحقات يجب أن تخضع لمعايير واضحة وخص يكون فيها تشارك لإيجاد حلول مواكبة. محترمة، شكرا سيد الوزير. في ثواني، كما قلت هناك معايير ونحن منفتحين لتطوير هذه المعايير وأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياجات التي تعبر عليها كل الجهات، ولكن يجب تضافر الجهود سواء على الوزارة المركزية أو على المستوى المحلي الأكاديميات أو المديريات الإقليمية، وكذلك الممثلين والمنتخبين في هذا المجال لتجاوز شكرا تجاوز مثل المشاكل.